بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتسالك سؤال: انت بتبعت حسنات للي ماتوا من اهاليك اللي توفوا؟ هل بتفكر في الحكايه دي؟ انت عارف ان الحسنات او الصدقات اللي انت بتديها لحد فقير بتوصل للي مات من اهالينا؟ انت عارف ان الميت بيعرف مين اللي بعت له حسنه من الحسنات انه ادى لحد فقير، وان اللحظه اللي انت بتدي فيها للفقير الميت بيعرف والدك ولا جدك ولا حد قريبك بيعرف ان انت اللي بعت له وبيفرح بيها، ومش بس بيفرح بيها وبيتنقل بيها من حاله لحاله فيرتفع درجات عند الله في الجنه. انت عارف ان ده حقيقه؟ انت عارف ان الحديث بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله، ما عادش له اي ثواب على اي عمل الا من ثلاث: منهم ولد صالح يدعو له، منهم صدقه جاريه. انت عمرك فكرت ان انت وانت قاعد كده تفتكر جدك اللي توفى من زمان، عمتك اللي ماتت من زمان، لو لا قدر الله ابوك او امك، وتقوم يا اما داعي لهم يا اما مطلع صدقه الفقير، ان شاء الله جنيه، ان شاء الله 5 جنيه، وبنيتك دي لجدي توصل لجدك في الحال ويعرف بيها. شفتوا حلاوة الإسلام؟ شفتوا حلاوة ديننا اللي مخلي التواصل بين الأحياء والأموات مستمر إزاي؟ قصة النهاردة قصة من العراق، قرية صغيرة في العراق فيها عالم من علماء المسلمين. العالم بيقول أنا عايش في القرية دي وأنا حافظ كل الناس اللي موجودين في القرية الأحياء والأموات، لأن أنا كلهم بيجولي المسجد كانوا، فعارف مين ابن فلان ابن فلان ومين توفى ومين ابنه عايش ومين ابنه موجود. فبيقول في ليلة من الليالي شفت رؤية عجيبة، شفت إن أموات القرية ماشيين قدامي كلهم ماشيين بيضحكوا، ووراهم واحد من الناس اللي ماتوا أيضا من أهل القرية أنا عارفه وعارف ولاده، ماشي وراهم حزين. فأنا رحت للراجل الحزين ده، كل ده في الرؤية، وقلت له اشمعنى دول مبسوطين وانت حزين؟ فقال له الأموات اللي ماتوا دول مبسوطين لأن ولادهم اللي عايشين عمالين يبعتوا لهم حسنات، أما أنا فلي ابن وحيد عمره ما فكر يبعت لي حسنات، عشان كده أنا حزين. فهو بيقول صحيت من النوم وأنا كل همي ان انا اوصل لابن الراجل ده، انا عارف الولد وعارف ابوه، لازم اروح له، لازم تبعت لابوك حسنات، ابوك مات ومحتاج حسناتك، ده حزين، ده انا شفته في الرؤية حزين. هو بيقول رحت دورت على الولد لقيته قاعد قدام النهر في العراق، قاعد في عمال بيغسل هدوم وحاطط رجليه في النهر ووشه عابس وكئيب وحزين. فقلت له أنا عايز أقول لك حاجة، أنا شفت أبوك في رؤية مبارح، أبوك زعلان، أبوك عايزك تبعت له حسنات. فإذا بالولد بدل ما يتأثر ويتفاعل معايا يقول لي يا عم هو أنا لاقي آكل؟ ده أنا مش حسنات إيه، أتصدق على مين؟ أنت شايف أنا بعمل إيه؟ أنا بغسل الهدوم للعمال مقابل إن هم يدوني الفتات، أنا مش بشتغل عند حد غني، أنا بشتغل عند العمال اللي بيشتغلوا أغسل لهم هدومهم ويدوني يا دوب حاجة تقوي ريقي، أعمل إيه لأبويا؟ قال له يا ابني مش كده، أبوك محتاج لك. فالولد بعصبية شديدة قال له يعني إيه أعمل لك إيه؟ أهو جرد المية أهو، وقام دلقه على الأرض اللي جنب النهر، غرفه من النهر ودلقه، قال له مبسوط؟ أديني يا سيدي عملت حاجة لأبويا، مملكلوش أديله فلوس، أديني رشيت له مية، بيتريق. العالم من كتر ما الولد عنيف ما قدرش يكمل معاه كلام يحسن يغلط فيه وقام سايبه وماشي. وخلصت القصة، ونسي العالم الموضوع. ومرت سنين وانتهى الموضوع، وينام ويشوف رؤية. مين؟ أبو الولد اللي كان حزين في الرؤية، يشوفه ماشي مبتسم في وسط الأموات ماشيين مع بعض بتوع القرية وهو بيضحك ومبتسم. فقام رايح له برضه في الرؤية قال له أنت مش كنت حزين؟ أنت بتضحك ليه؟ قال له ابني بيبعت لي حسنات. قال له ابنك ولا بعت لك حسنات ولا حاجة، دي هي شوية مية رشها. قال له صح، بس المية طلعت شجرة والشجرة أكل منها الطير وأكل منها البني أدمين، وهو صحيح كان متضايق بس عملها بنية إن دي ليا، وربنا كريم كتب لي أجر كل حد أكل من الشجرة. كل ما الشجرة عايشة، كل ما الناس والطير بيأكلوا من الشجرة، أنا ربنا بيرفعني درجة. بسمة أمل للي يعرف إن أهله اللي ماتوا محتاجين له، ومش لازم تعمل حاجات كبيرة،
قد تكون شوية مية رشها خد بيها ثواب، قد تكون تمرة. النبي بيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. اعمل الخير لأهليك اللي ماتوا، افتكرهم، افتكرهم واعمل لهم حاجة حلوة. احيي الناس من أجل الأموات. شوفوا ربنا اللي يدي ثواب للأموات لما الحياة تحيا أكتر. الدين بيحب الحياة، إحياء الحياة بسمة أمل لكل إنسان يحيي الناس بالصدقات الغلابة مقابل إن هو يبعت حسنات لأهله اللي ماتوا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.